أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بلا سفر ولا مطر ولا خوف؟ قصر، نعم ورد حديث أن الرسول قصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر، ولكن هذا يقولون من مشكل الحديث، هذا الحديث مشكل، والعمل على خلافه، وأنه لا يجوز القصر إلا لعذر، إما مرض وإما سفر وإما مطر، وإما مطر بين المغرب والعشاء. وأما أنه يقصر، أنت قصدك يقصر ولا يجمع؟ السؤال هل قصر بالتشديد يقول؟ لا القصر، لا ما قصر في الحضر أبدا، إنما يقصر في السفر. لكن أنا ظنيت أنه يسأل عن الجمع. الجمع ما يجوز إلا لأحد ثلاثة أمور: إما لمطر، وإما لخوف، وإما لسفر فقط. وأما حديث أنه جمع من غير خوف ولا سفر فهذا يعتبر من المشكل المتشابه ولا يعمل به، العمل على خلافه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.